حبيبي بعت لك رسالة، تعالى شوف هيقول لك فيها ايه ونرجع لك مرة ثانية. طب كابتن اتفضل حبيبي. لو حبيت اتكلم على الكابتن حسن علي كلاعب حارس مرمى كبير، يعني يعد على الأصابع في تاريخ حراسة المرمى في مصر بالنسبة لنادي الترسانة وبالنسبة لمنتخب مصر ومنتخب أفريقيا. طبعا يعني كابتن حسن علي مشوار كبير، يعتبر طبعا رفيق الدرب من وإحنا في الناشئين، هو طبعا كان كابتن بالنسبة لينا لأنه هو كان أكبر سنا يعني سنة أو سنتين من وإحنا في الناشئين، ثم طبعا تدرجنا سويا إلى الفريق الأول بعد حرب 67. توقفت الكرة بشكل مدة حوالي 3 سنين أو 4 سنين، دي ادتنا فرصة احنا كناشئين وفي أندية مصر كلها كانت مليئة بالناشئين، والجيل اللي كان سابق لينا ابتدى يفكر في الاعتزال، فدي ادتنا فرصة ان احنا ننضم للفريق الأول. كابتن حسن علي زي ما بنقول تاريخ كبير، تاريخ بنفتخر به. كابتن حسن علي أخ وصديق وأب حنين. كابتن حسن علي مواقفه كتير لا تعد ولا تحصى سواء مع النادي أو مع المنتخب. بنقول أنت كابتن حسن أديت ووفيت وكفيت في أدائك لناديك ولبلدك، وطبعا مشوار الكابتن حسن علي اكتمل بأنه سلك التدريب وخرج على أيديه لنادي الترسانة وأندية كتير حراس مرمى بيشهدوا للكابتن حسن علي بأنه مدرب على مستوى عالي زي ما كان لعيب على أعلى مستوى.